أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق الله العظيم. ما شاء الله زينة القراء فخر القراء جناب قبلہ قاری محترم محمد اسد آوان صاحب خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید پیش فرما رہے تھے. میں بلا تاخیر اپنے استاد گرامی خاطب پاکستان مجاہد اہل سنت قبلہ حضرت صاحب کے حکم سے حافظ محمد طلحہ صاحب دو شعر لاشریف کے انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ حضرت صاحب بیان فرمائیں گے.